النهارده احنا قلنا الاسبوع ده هنحاول نعمل حاجات شويه خفيفه، شويه ما فيهاش شغل كتير ووقفه تحضير كتير في المطبخ، نريح شويه من اسبوع العيد، فاخدينه كده اسبوع هادي كده ولطيف. هنعمل اول حاجه مع بعض رز بالفراخ والليمون المعصفر، وصفه حلوه جدا وبرده في نفس الوقت فيها كل حاجه، زي ما عملنا الفته امبارح فيها برده كل حاجه، هنا برده فيها الرز وفيها الفراخ ومتنكهة بنكهة مختلفة. الليمون المعصفر بيدي طعم حلو جدا جدا في الأكلة دي، جربوها بجد هتعجبكم قوي. تعالوا نشوف المقادير قبل ما نشتغل. عندي صدور فراخ متقطعة مكعبات، وعندي 3 كوبايات رز بسمتي أو مصري، بصلة مفرومة وعود قرفة وقرنفل وحبهان وبودرة زعفران أو كركم اللي متوفر عندي هستخدمه، وفلفل ألوان مفروم، وعندي ملح وفلفل اسود، وعندي كمان 2 ليمون مع اصفر مفروم. هقول المقادير مره كمان. عندي للرز بتاع الدجاج والليمون المعصفر صدور دجاج مقطعه مكعبات، صدرين اقل اكتر على حسب العدد اللي عندنا زي ما انتم حابين، 3 كوبايات رز بسمتي او مصري، بصله مفرومه وعود قرفه وقرنفل وحبهان وبودره زعفران او كركم، وفلفل ألوان مفروم، وملح وفلفل وليمون معصفر 2 كده فرمينهم ناعم. خلاص، أول حاجة أحط الزيت بتاعي على النار، وهبدأ أحط عود القرفة والحبهان والقرنفل، أطلع النكهة من التوابل اللي عندي. خلاص، بعد كده هجيب البصلاية المفرومة أحطها بالشكل ده كده. اول حطيت في الزيت القرنفل والحبهان والعود بتاع القرفه، اطلع بس ايه الطعم بتاعه، اول ما بينزل في حراره بيديني على طول الريحه بتاعه التوابل بتاعتي، واحط على طول البصلايه المفرومه اهو بالشكل ده كده. تمام، اديها بس تشويحه كده تدبل معايا قبل ما احط اي مكون تاني. هبدا بقى احط الفراخ بتاعتي. بصوا انا يا دوب تدبل مش اكتر من كده. هبدا بقى احط الفراخ بتاعتي متقطعه مكعبات، لو عايزين نستخدم برضو وراك مفيش مشكله، بينفع يعني زي ما انتوا حابين، صدور او وراك الاثنين تمام جدا، والكمية بقى على حسب العدد اللي هياكل معانا، عايزين نحط نص كيلو يا دوب صدرين زي ما انتوا حابين. كمان من الوصفات الحلوة لو عندي مثلا صدرين في الفريزر مثلا ولا حاجة، شوية فيليه مش عارفة اعمل بيهم حاجة، او الكمية عندي ما تأكلش العيلة كلها، ممكن اعملها برضو في الوصفة دي مع الرز مع الخضار، هتبقى حلوة جدا. معانا رضوى. ايوه يا رضوى. الو. ايوه، ازيك يا رضوى، عامله ايه؟ رضوى اللي لسه متجوزه جديد، صح؟ عرفت صوتك. ايوه صح كده؟ ازيك يا رضوى؟ ايوه الحمد لله كويس. بقالك كام يوم مش بتكلميني يا رضوى؟ مش عارفه اتواصل والله يا استاذ اسماء، كل يوم اتواصل مشغوله على طول. معلش الضغط بس بتاع التليفونات، معلش يا حبيبتي. انا بشكر حضرتك على اكلات العيد الجميله دي. ميرسي يا حبيبتي. طب قولي لي يا رضوى، عملتي حاجه منها؟ عملت حاجات كتير بصراحه، يعني الفته والكوارع، عملت حاجات كتير. طب حلوه قوي، كنت اول مره تعمليهم؟ ايوه، انا اول عيد بقى واول مره اصلا. انا عارفه انت لسه متجوزه، كنت قايله لنا لسه متجوزه بقالك شهرين باين، صح كده؟ ايوه. طب حلو، ابعتي لنا بقى الصور. يعني ان انت بجد بجد بتساعدينا ان انا ادخل المطبخ. حبيبتي تسلمي، تسلم ايدك كمان اللي انت وقفتي وعملتي كل الاكل الجميل ده، وابعتي لنا بقى الصور يا رضوى دايما على صفحة شيف أسماء مسلم، ابعتلنا أي تطبيق وأنا بتابع الصفحة وبنزل دايما التطبيقات. كل سبت إن شاء الله هيكون عندنا آخر سيجمنت في الحلقة هننزل فيه التطبيقات اللي انتوا بتبعتوها لنا على صفحة شيف أسماء مسلم على الفيسبوك. تمام، ميرسي لتليفونك يا رضوى. بصوا بقى هنا حطيت ايه في الاول، حطيت شوية زيت، حطيت العود القرفة والقرنفل والحبهان، يا دوب طلعوا النكهة بتاعتهم مع سخونية الزيت، وبعدين حطيت البصلاية المفرومة، ونزلت بعد كده بالفراخ والفلفل المفروم، احط بقى الملح بتاعي، الفلفل الاسود، تمام،
لو عندي بقى كركم او بودره زعفران، انا عندي هنا بودره زعفران فاحطها. ممكن نستبدلها بالكركم، مفيش مشكله خالص، اي حاجه عايزين نستخدمها نستخدمها. واقلب كده كله مع بعض بالشكل ده خلاص، واحط بعد كده الرز اللي عندي. انا هنا مستخدمه رز مصري، تقدروا تستخدموا رز بسمتي، رز مصري، زي ما انتوا حابين اهو كده بالشكل ده. وهسيب اخر حاجه الليمون المعصفر، انا كل ده ما حطيتش الليمون المعصفر، مش عايزه احطه من الاول عشان بيمرر لو حطيته في الاول، هحطه في الاخر قبل ما اطفي على الرز كده ايه بدقيقتين ثلاثه اهو. اقلب كل الرز مع المكونات اللي عندي، مع البهارات والفراخ والبصل والفلفل ده، وهقوم هفلفلاه بميه مغليه، حط بس شويه ملح كمان عشان الملح للرز اهو بالشكل ده كده، وابدا افلفله بميه مغليه بالشكل ده. بس كده كده كفايه جدا، وهو بقى الفراخ هتكمل سوا مع الرز، والرز هيستوي يغلي غلوتين، وهوطي عليه واسيبه يستوي براحته. هغطي بس من الحله اهي كده، اول ما هيغلي هقوم موطيه النار عليه وسايباه يستوي براحته. انا كده الليمون المعصفر هو الحاجه الوحيده اللي ما حطيتهاش، دقيقتين كده ولا ثلاث دقايق واقوم احطها قبل اول ما الميه تتشرب، واوطي هحط الليمون المعصفر.